الشتاء دخل بأجواءه الجميلة من المطرة والحاجات الحلوة دي كلها، وأكتر حاجة بحب أعملها في الجو ده إن أجرب محلات أكل جديدة. بس ما تنساش قبل ما نبدأ تدعي لإخواتنا في غزة ربنا ينصرهم. بيتزا تشيكن رانش، هي المكونات عجباني قوي، الجبنة والفراخ وتاتش الزعتر اللي على البيتزا نفسها مع طعم الرانش نفسه، الصراحة الاتنين دول عجباني. ودول برضو كانوا فطرتين، فطيرة شرقي وفطيرة عادي، بس أنا بالنسبة لي فضلت العادي سجق. ولو أنت بتحب الحشو كتير ممكن تقول له خليها لي سبيشال، بيبقى الحشو الدبل. طاسة جبنة ستريبس حلوة دي، أنا عاجبني أوي طعم الميكس الجبنة اللي جوه. بينزل برضو معاها عيش شامي كده بيبقى عليه زبدة وثوم وزعتر، كان طعمه رايق برضو. وده بقى كان طاجن مكرونه بالسجق والبسطرمه. المكرونه بميكس الجبن والسجق اللي عليها كانوا حلوين قوي، بس البسطرمه كانت محدقاها شويه. اختمت في الاخر بقى بفطيره نص روتس ونص شوكولاته. نص روتس بالنسبه لي صراحه كان احلى، كان اتقل شويه بس مع حته قشطه كده الموضوع كان بيختلف. عامه المكان ده اسمه نايلوس، موجود في